اتخذ رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني جملة من القرارات الهامة في إطار تحسين شبكة الكهرباء للبلاد، وذلك خلال اجتماع عقده الاثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري. وأمضى الثني القرارات المتعلقة بمنح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الإذن بالتعاقد على إنشاء محطة الكفرة الشمسية بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاوات، وكذلك إنشاء محطة غرب بنغازي بقدرة إنتاجية قدرها 1123 ميجاوات بدورة مزدوجة، إضافة إلى التعاقد لإنشاء محطة شرق بنغازي بقدرة 561 ميجاوات بدورة مزدوجة، وإنشاء محطة تمنهنت الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها 250 ميجاوات. كما منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتقديم كل الاستشارات والإجراءات اللازمة لمختلف المشاريع التي تعتزم الهيئة في تنفيذها.